السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة نصحح من خلالها التمرين الخامس من كتاب المفيد في الرياضيات، المفيد أو ماتيماتيك، المستوى الثالث إعدادي لدرس إكواسيون دين دوات. Donc, nous allons voir soit ou déterminer l'équation réduite de la droite passante par les points. Je connais moi les points. C'est m moins 6, 2 et n qui a pour ordonnée 3 et moins 4. Donc, na qui est le bon nana nous a dit معادله المستقيم التي تمر من النقطتين m اللي عندها الاحداثيات موان 6 2 والنقطة N للإحداثيات ديالها 3 ناقص 4. دونك ننطلق على بركة الله. عندنا لو بوان M كيا كوم كوردوني موان 6 2، ثم عندنا لو بوان N كيا كوم كوردوني 3 موان 4. ألوغ هادو هما النقاط اللي كيمرهم كيمر منهم المستقيم دي. دونك هاد الى لاحظتوا معايا مزيان فهاد ا اي بي اي نون با لا ميم ابسيس. هنا لاحظ في لابسيس كاين موان 6 وهنا في هاد لابسيس كاين 3، اذا ما عندهمش نفس لابسيس. دونك بيسكو اي نون با لا ميم ابسيس، دونك ليكواسيون ديال هاد لا دروات ام ان اي دي تيب كتكتب على هذا الشكل. اذا يعني معادله ديال هذا المستقيم ام ان ستكتب على هذا الشكل، ايغريك ايغال ام اكس بلس كوا بلس بي. اذا هذه هي المعادله ديال المستقيم ام ان، ساشون كو هاد ام راه هي اللي كنسميوه لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات، او اللي كنسميوهم لا بونت دو سيت دروات. اذا السؤال المطروح هو كيفاش كنحسبوا هاد ام. اذا القاعده نطبق القاعده، ف ام كنحسبوها بهذه الطريقه، ام ايغال ايغريك كنبداو بان دائما من النقطه الثانيه كنقول كتبوا ايغريك ان و y m sur x n moins x m. فاللي كنكتبوه الفوق كنكتبوه التحت. هنا سي لي زوردوني وهنا لي زابسيس. y n نبداو من هنا، y n moins y m على x n ناقص x m. فنطبق يعني كتطبيق عددي، غادي نكتبو m ايغال، لاحظوا معايا ايغريك ان هي اللي كتكون هي لي زوردوني هما اللي كاينين في الجهه الثانيه هنا، سي بون هادو هما لي ايغريك ان. دونك كتطبيق دونك ام ايغال موان 4 موان 4 ايغريك ان هي هادي، هادي ان ايغريك ان موان ايغريك ام هادي ام ايغريك ديالها هي هادي، دونك سي 2 سور كوا sur xn n هي هادي x ديالها هي هادي سي 3 موا ديال هادي سي موا موا كوا xm. دونك m هي هادي و x ديالها هي هادي، دونك فتح قوس وغادي ندير موان 6. او علاش انا فتحت قوس؟ لسبب بسيط، عندنا لو موا سي لو موا ديال موا هو هذا، وهاد لو موا ديال العدد ناقص 6. دونك سوا moins 4 moins 2 c'est moins 6، donc في الباص لقينا moins 6. ثم 3 ناقص ناقص 6 هي 3 زائد 6، 3 زائد 6 تساوي 9. donc en simplifiant nous allons trouver en simplifiant par 3 nous allons trouver moins 2 sur quoi sur 3. هنا الى قسمنا على 3 تعطينا 2، قسمنا على 3 تعطينا 3. دونك اون سامبليفيون 3 تعطينا
moins 2 sur 3. Donc, là, on a le coefficient directeur de la droite MN. Donc, l'équation MN, donc l'équation MN, ça va s'écrire sous la forme Y égale, donc plus M, حسبناها دابا غادي نكتبو ناقص 2 على 3 X زائد كوا زائد بي. سي بون. Alors, comme cette équation MN elle passe par M et N, نقدر نختار أي نقطة فيهم puisqu'ils partiennent les deux à la droite MN, نقدروا نعوضوهم في المعادلة، وبالتالي نقدروا نختاروا أي نقطة. أنا كتب لي النقطة N سي لو بلو فافورابل، هي ساهلة علاش فيها لي كوردون ديالها بساط شوية. دونك جو في دونك جو في إكخيغ إكغيك إن إيكال موان دو سور تخوا إكس إن بلوس كوا بلوس بي. سي بون. Alors, par suite, yn, شناهي yn؟ yn هي موان 4. Donc, je vais écrire في بلاص yn موان 4. Donc, c'est موان 4 égale quoi؟ égale موان 2 سور 3. هاد الكوفيسيون راني نخليه، ولكن في بلاص xn غادي ندير 3. Donc, je vais écrire fois 3. إذا ناقص جوج على ثلاثة ضرب إكس إن ضرب ثلاثة، عوض إكس إن باش ثلاثة وعوض إكغيك إن بناقص ربعة، أش بقى ليا؟ بقى ليا زائد بي. يعني علاش أنا عوضت لي كوردوني ديال إن؟ لسبب بسيط، باش نقلب على هاد بي. ديجا أنا إم حسبتها لقيتها ناقص جوج على ثلاثة، لقيت إم ولكن باقي ليا بي فقط. دونك باش نلقى بي عوضت المعادلة بإكغيك، عوضت هاد ليكواسيون باش ب y n و x n سوا موان 4 égale quoi égale donc en simplifiant par 3 donc هنا كاين 3 وهنا كاين 3 ضرب نقدروا نسامبليفيو 3 ce qui va donner donc ce qui va donner moins 2 voilà plus p donc هنا سامبليفينا 3 في البسط وفي المقام بقات لينا فقط ناقص جوج، أولا نضربو ناقص جوج في ثلاثة هي ناقص ستة ونقسمو على ثلاثة غتعطينا دائما ناقص جوج. سي بون. ألوغ دونك بي إيكال كوا بي غادي نخليها هنا وهاد موان دو غادي نديها للجهة اليمين، دونك بي إيكال بي هي هادي دونك موان دو ديالها تولي ناقص ربعة زائد شحال جوج، علاش زائد؟ لان ناقص جوج من دينا الجهه الاخرى ولات زائد جوج، دونك سو كي فا دوني تو سامبلومون ناقص ربعة زائد جوج هي ناقص اثنان. سي بون. الوغ هاد ليكواسيون دو ام ان، دونك ليكواسيون ام ان مالها اي فا سيكخيغ سو لا فورم يغيك ايكال ام ان، ام هي ناقص جوج على ثلاثة x و بي راه لقيناها هي ناقص جوج. دونك هادي هي ليكواسيون ديال من ليكواسيون ديال لا دغوات ام ان كي باس بار لو بوان ام اي لو بوان ان. تري بيان، نكون قد انهينا صحيح التمرين الخامس. الى لقاء قادم ان شاء الله.